الكرة من محمود، تصل لي عزيز عبيد، ينتظر كسراوي، تمريرة جميلة يوسف كسراوي وخطيرة، الله لبعاد، هدف أول، ربما هدف أول، نعم 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 نعم، برهومي وسنانة، لا محاولة من برهومي، ضاوي ويكمل عليها طبعا يوسف سنانة في الهدف الأول للمنتخب التونسي، اجتازت خط المرمى وبالتالي هدف أول لتونس عن طريق لاعب النادي الأفريقي يوسف سنانة بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوق. شوف المتابعة، شوف المتابعة، صدفة المتابعة، دخلت الكرة وهدف أول لنسور قرطبة.